مرحبا اصدقائي، يسعد لي اوقاتكم يا رب. طبعا هلا الاخ هون عم يسال سؤال، وانا حبيت هلا هو السؤال عادي بس انا حبيت عممه لحتى الكل يكون عنده فكره. في ناس عم تيجي على هولندا ومفكره انه بعد المقابله الاولى دغري رح تحصل على الاقامه، ما بتعرف شو في اجراءات، مثلا في عندهم محامي للتصحيح ومقابله ثانيه مشان اذا في خربطه يصححوا، فهالامور لسه ما بتعرفها. الاخ هون عم بيقول انه انا عملت مقابله الاولى ولهلا ما اعطوني الاقامه، ايمت بيعطوني الاقامه؟ بتطول شيء. فصديقي الغالي، بعد المقابله الاولى في عندك محامي للتصحيح في حال مثلا صار في خربطه بين المترجم والمحقق، انت حكيت شيء ما انك ذاكره، فعند المحامي انت رح توضح هالشيء، هو رح يقول لك وتسمعه انت، اذا كله تمام اوكي ف تستنى المقابلة الثانية. الإقامة بعد المقابلة الثانية بتحصل عليها، إيمت ما حدا بيعرف، بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد شهر، الله أعلم. بس ما في إنه دغري بعد المقابلة الأولى بتحصل على الإقامة، واللي بيحصل على إقامة السنة هي مانا إقامة أصدقائي، أوكي؟ برجع بكرر لهم، في كتير تعليقات عم تيجي إنه أنا معي إقامة السنة، أخذت الإقامة، يعني هاي صارت إقامة السنة. لا أصدقائي، في إقامة الخمس سنين أوكي، هون هون أنت أخذت الإقامة، مو إقامة السنة. هي إقامة السنة ما فيكم تسوي فيها ولا شيء، بس هو التعريف بس، مو أكتر من هيك أصدقائي. أوكي، فتحياتي للجميع، بتمنى لكم كل خير والتوفيق، وباي باي.